Bonsoir Abdelmourid. Bonsoir Cathy. Alors, les hadrin maïa, que tu veux de l'exercice, ou comme à tout le monde, salam bintikim. D'accord, un exercice que tu veux maïa, ou comme à tout le monde, et tu es là, 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 tu es اكتبوا معايا كل شيء يكتب معايا التمرين هذا وعليكم السلام كل شيء وعليكم السلام جمعكم كاملين نقولوا عليكم السلام الوغ بيان سور انا كنت قلت لكم راه غنعطيكم تمرين في هذا الدرس ما حيت ما قلت ما كاينلاش ولكن اليوم منين بغيت نصاوب بالانشاء قلت ما فيها بس نعطيكم تمارين باش تعرفوا كيفاش كيقدر يدوز في الامتحان حيت هو ساهل بزاف يعني ما يحتاج نخدموا عليه بزاف والله جيسبر انكم تكونوا كتكتبوا دابا باش نبداو في التصحيح السؤال واضح Souligne les expressions qui permettent d'exprimer des goûts et des préférences. Alors, Hinaya, Shnaya souligne. Souligne, c'est trop. Elle a les expressions. Les expressions, les ibarat, qui permettent, yani, d'exprimer, les goûts et les préférences. Yani, kul ma nuhib, ou ma la nuhib. Ça fait, kul la jumla, fait wahed l'expression, yana kentu hafzelon, wa ta'afouhoum. غتجبدوهم غتسطروا لي عليهم في الجمله ملي غتكتبوهم غتسطروا عليهم في الجمل ما كايناش صفحه صلاح الدين هذا تمرين جبته من عندي انا من راسي هذا الدرس ديال فاتي فلور ديال اكسبريمي دي غو اي دي بريفيرونس صوره واضحه هذا الدرس كنا خدمناه في لايف اللي ما شافوش راه غيشوفوا راه كاين لا فيديو ديالو دابا كنديروا تمارين فيه باش نصحوهم دغيا سريعا باش ندوزوا للانشاء اللي مهم وعليكم السلام هبه بوحمله
وعليكم السلام ميسو. نبدا نصحح ولا باقي كتكتبوا؟ امي امي الصوره ما واضحاش. الصوره جو كخوا راه عندك غير انت، حيت الاخوان هما غيجاوبوني دابا الا كانت الصوره واضحه عندهم. اذا راه عندك مشكل ديال الكونيكسيون. بوتينا سالي داكور ساليتي ماشي سالينا. فوالا انتم الصوره واضحه. اللي عنده مشكل ديال الصوره ما واضحاش راه غير مشكل ديال الكونيكسيون عنده في الدار. فوالا انت شتي صلاح الدين كلشي تيقول لي الصوره واضحه. الوغ مروه مروه نوكس سلبي شويه. يلا ميسو بالنسبه لباري دو سافيل ابنتي باقي ما وصلت ليش دابا، واخا كان بنخدموا معاكم ما كاينش الوقت. داكور ما كاينش الوقت باش نشرح لكم الدرس ديال لا فيل، خصني نوصل ليه، خص بعد على الاقل نوصل ليه دابا حاليا. يلا نقدر هاد الحصه ندير فيها هاد التمرين هذا وندير فيها لا لتر دو بريزونطاسيون ديالك انتيا، على حساب غنقدموا فيها جميع المعلومات الخاصه بك. واش تشرحي لينا الدرس ديال لا فلور اي لا فون؟ فاتي فلور الدرس ديال لا فلور اي لا فون سي با لا فون. داكور اول حاجه بعدا الوغ الكتاب الا كان ممكن صيفط لي الصوره نتاع الدرس، حيت كان عندي المقرر ما عرفتش فين مشى داك، انا كنقلب عليه في الدار ما لقيتوش هاد المقرر ديال باركور ديال التاسعه. داكور الا كان سي بوسيبل صيفط لي كومونتير الا كانت امكانيه انك تصيفط لي التصويره ديالو، سينو الا كنتي عندي الا كنتي معايا من الناس ديال فيسبوك صيفط لي التصويره ديالته في الخاص ديال الدرس باش نعرف علاش غنهضر. صافي حيت كنت ديجا خدمته ولكن شحال من عام ما بقيتش خدمت هذا الدرس نسيتو. يلا انونزي نبداو التصحيح. يلا سيدي قال لك هنايا هذا اسهل سؤال. سولينيو لي زيكسبرسيون كي بيرميت ديكسبريمي دي غو اي دي بريفيرونس. تو سامبلومون غادي نسطرو على لي زيكسبرسيون فقط لا غير، يعني الا كنا حافظينهم غنعرفو ليهم. لا بروميير فراز غبتي 3 ايام عبد المغيث واخا سيدي. الوغ جو بريفير بورتي اون روب بلانش. لا ريبونس تري بيان ميسو سي جو بريفير، هي اللي غنسطرو عليها في الجمله الاولى لا بروميير فراز. اون فا سوليني سولمون جو بريفير مزيان. فوالا لا دوزيام فراز. وي فاتي فلور في الفيسبوك ابنتي عندي انا انا الميسنجر للاسف محيده. داكوغ انا غندخل عندك نشوف الى غنشوف ندخل الى الى جاب الله عطاوني الميساج ديالك. صافي سو كي مو بلاي لو بلوس سي دو فواياجي اون اسبانيا. الوغ فهاد الجمله هادي فين هي ليكسبرسيون؟ تري بيان ميسو سو كي مو بلاي لو بلوس سي دو، زيدي عليها سي دو كلها كتمشي. الوغ لا فراز الثانيه ce qui me plaît le plus c'est de كولا صافي، حيت اصلا هي هاد ليكسبرسيون هكا باش خارجه. تري بيان ميسو وي سي دو. je déteste les gens bavards، يعني اكره الناس الطرطاره كي بارل ترو. يلا je déteste les gens bavards. ليكسبرسيون ici c'est نستر عليها، لان من الاحسن تستر عليها ماشي مشكله عبد المغيط، ولكن خصك تستر عليها. وي مي وليتك خاوله سي بيان جو بريفير كاتي ديليس ماشي غير مو بلاي سو كي مو بلاي لو بلوس سي دو. الوغ صحي معايا تري بيان فاطمه الزهراء جو ديتيست جو ديتيست لا ثروازيام فراز فيها جو ديتيست. La dernière phrase, je ne supporte pas le bruit. Il y a ahtamilo dajij. Il y a, je ne supporte pas le bruit. Il y a ahtamilo dajij. Il y a.
L'expression ici, très bien Blmorit, très bien Bissou, je ne supporte pas. Voilà. Ça fait مفهوم التمرين الاول جو كوا راه ساهل يعني ماشيش لو مشكل خصكم تكونوا غير حافظينه صافي ندوزو للتمرين الثاني سي بخي تري تري بيان خاوله غير ورد دلبا كتبتيها خاطئه شويه تري بيان كاتي ديليس فوالا فاتي فلور صافي يلا ندوزو للتمرين الثاني تري بيان كلشي كيجاوبني مزيان دابا شوفوا معايا التمرين الثاني غنعطيكم واحد الجدول اللي بغى يصحح راه تيبقى اللايف مسجل تر ابخا نرجعو ليه يلا كتبوا معايا التمرين الثاني يلا كلشي يكتب معايا كومبليت لو تابلو سويفون هاد لو تابلو ما غنخدموش فيه لا سيتوياسيون غنخدمو فيه غير لي زينونسي لو تابلو سويفون سيتوياسيون انونسي غنعطيكم جملة بجملة نهال بارل دو سي غو en ce qui concerne les matières scientifiques. مزيان الوغ عطيناكم لا بروميير فراز لا بروميير سيتوياسيون هادي الوضعيه الاولى عطاتوني الجمله المنطوقه اللي هي لي نونسي شنو هي نيهال بارل دو سي غو نيهال كتهضر لينا على الاذواق ديالها او كل ما تحب اون سو كي كونسير لي ماتيير سيونتيفيك يعني كل ما يتعلق بالمواد العلميه الوغ شنو غتقول لينا نيهال جادور لي سيونس لا سيونس مي جو بريفير لا في لو فيزيك Alors, c'est pas le physique. La physique. Très bien. Oui. Les matières scientifiques, mais qu'est-ce que je fais la science? Qu'est-ce que je fais les mathématiques, d'accord? Très bien, Misso. Alors, j'adore la science, mais je préfère très bien la physique. C'est très bien. Chokran, bouchra, tanet, wachtko. Yeah, tani, joum l'akhra. Très bien. المهم عندي وتكونوا فاهمين شنو مطلوب منكم لحد الان وليتو كتعرفوا تخرجوا برافو عليكم عندي ما تسالكم وليتو كتعرفوا تخرجوا الوضعيه تخرجوا منها الجمله المنطوقه يعني على الاقل وليتو كتفرقوا بيناتهم شنو خصكم ديروا هنا شنو خصكم ديروا هنايا الوغ كيف ما قالت سميتها شكون ميسو اللي قالتها تري بيان مثلا نهال غتهضر لينا على ليغو على الذوق ديالها بالنسبه للمواد العلميه المواد العلميه كاينه لا فيزيك وكاينه لا سيونس لا اس في تي وكاينه لي ماتيماتيك الوغ مي شنو قالت لينا ميسو قالت لينا جيم لا سيونس مي جو بريفير لا فيزيك صحيحه 100% تري بيان كاين فيكم اللي غيقول لنا غير ماتيير وحده مثلا انا نقدر نقول لك جيم نقدر نقول جيم ترو عطاونا لي زيكسبرسيون اللي كنا شفنا ديك الحصه شفنا جيم ترو جيم بوكو جيم ميو ce qui me plaît le plus ce que j'adore le plus ce que j'aime le plus qui est bzaf ديال الاكسبرسيون alors les mots moi انا لينا pas l'expression le مناسبه j'aime trop ou غادي نقول مثلا j'aime trop les mathématiques يعني احب كثيرا الرياضيات مثلا لحقاش les mathématiques c'est une matière scientifique
مثلا جيم ترو لي ماتيماتيك وي لا عبد المغيث ما صعابين والو نهائيا نهائيا عبد المغيث بالعكس هذا راه اسهل درس فقط مطلوب منك انك تعبر على كل ما تحب فقط نمشيو دوزيام فراز بينما الاخوه يكتبوا ليا alors une jeune femme une jeune femme exprime ses goûts et ses préférences à propos de sa couleur préférée de sa couleur préférée. J'aime la science, mais j'adore le mathématique. محجوب الزواق وي ولكن ماشي جادور لو ماتيماتيك لي ماتيماتيك دائما الماتيماتيك كتكون بالبلوريال كيفاش كنعملو من مي ما فهمتش عبد المغيث كاين اللي تيقولها جيم مي جو بريفير انا كنبغي هادي ولكن كنفضل هادي وعليكم السلام شيماء يلا شنو قلنا اون جون فام واحد السيده اكسبريم سي غو اي سي بريفيرونس كتعبر على الاذواق نتاع او كل ما تحب ا بروبو دو يعني حول ماذا دو سا كولور بريفيري حول اللون المفضل لديها اذا شنو غتقول هاد السيده هادي بيان سور نتوما كتستعملوا لي زيكسبرسيون اللي شفنا فوالا عبد المغيث مرحبا ولدي J'aime tout. Alors, bien sûr, j'aime toutes les couleurs. Mais c'est tout. Toutes les couleurs. Mais je préfère la couleur rouge. Très bien, Misso. Bravo. Mahtatoucha ou maïcha. Hitchella daba saoubto. Yala daba saoubto. Gut maran saoubouch. Fulkhouna saoubou. Chayma khulfour. Hadchi ma kifetashi blasa. Ana hadchi saoubto min indi. Saoubt jumal min indi. Kulchi min indi. Dabt tamrin min indi. ريتا نو ماشي مشكل واخا جيتي معطله ماشي كاع معطله داكوغ راه نسجل اللايف شوفي غتشوفي ملي غنسجلو غتشوفي كلشي هذا سهل درس ما بغيتش انا ندير فيه فاطمه الزهراء جايب لا كولور بلو مي جو بريفير لا كولور روج تري بيان فاطمه الزهراء غير ورد البال لورتوغراف جو بريفير ماشي جو بريفير جيم لو جون الوغ عبد المغيث لا فراز ديالك ما خاصك تقولي جيم جون جيم لو جون لو جون مي جو بريفير لو بلو عبد المغيث لي كولور اللي استعملتيهم مع جيم كتضيف لهم لو داكوغ جو بريفير تري بيان خاولة جو بريفير لا كولور بلو ميسو ماشي 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 تو على فان اس لا توت غادي ديري تي او اس تي او اس في الاخر تري بيان خاولة نشوف شويه نشوف بزاف في لايف فيسبوك واخا مرحبا ام عائشه جيم الافو لي كولور بلو تري بيان بشرى جيم لي الافو لي كولور تري بيان ولكن لي كولور على فان ماشي كاع لي كولور غير لا كولور واحد مازال تقولي ليا شوفي بشرى الا بغيتي تقولي يعني الوان الزرقاء يعني كل ما يتعلق بالازرق يعني لو بلو لو بلو ماري لو بلو سيان ما غتقوليش لي كولور الالوان قولي لو طون لي طون بلو شنو هما لي طون بلو كيف كاش كتكتب لي طون كتكتب هكا لي طون بلو متى نقولو لي طون بلو يعني لي طون افيك ا لا فان اس شنو هما لي طون يعني كاع الالوان كاع ديغرادي ديال الازرق الازرق البلو سييل الازرق مغلوق لو بلو تيركوا صافي اما الا كتهضري غير على لا كولور بلو غتقولي غير جيم غتقولي جيم لا كولور بلو الا كتهضري على لا كولور بلو بوحدها غتقولي جيم لا كولور Bleu, à la fin, E.
J'aime la couleur gris, mais la couleur noire, c'est mieux. Rita, très bien, mais c'est mieux. C'est ma préférée. La couleur noire, c'est ma préférée. J'aime la couleur noire, mais je préfère la couleur rouge. Très bien, Khaoula, elle dit que rouge, la fait à G. Mais je ne sais pas ce que tu veux G. G-E. Très bien. Alors, c'est ça d'abord. Alors, ce qui me plaît le plus, ce que j'aime le plus, ce que j'aime le plus, face là, c'est la couleur. Maintenant, la couleur bleue. Ce que j'aime le plus, c'est la couleur bleue. Vous m'avez dit? Ça fait? Nous la troisième situation. La troisième phrase. La troisième situation. Regardez d'abord. La phrase 3. Maintenant, un petit garçon. Un petit garçon exprime ses goûts à propos du plat qui ne l'aime pas. Rita, là, là, binti, ماشي ضروري تبيني la préférence. Et là, قلتي غير j'aime la couleur bleue, عادية. Binti, tu dis j'aime la couleur bleue, mais je préfère la couleur noire. T'as yes, ha, bijoux, ha. Salam, Haj Bilal. Salam, Abdi. Que, hnaya, se donne un mot. On a tout. Gatlina. Ah oui, d'accord, ça fait nous bien. Il y a Hassan et Rachid Moula Lyuma. Lyuma Rachid Moula, la présentation. D'accord? Je vais faire un choufoua. Alors, je vais faire un choufoua. Un petit garçon exprime ses goûts. Ou un petit garçon qui a dit qu'il 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 a dit. Alors, un petit garçon, ماشي مشكلة بنتي. Un petit garçon exprime ses goûts. Yani kiabar al dawq dialou à propos, hawla mada, à propos du plat. حاول واحد الاكله لو بلا هو الاكله كي نو لام با لي ما تيبغيهاش اتونسيون ما تيبغيهاش ماشي كيبغيها يلا شنو غتقولوا ليا شنو هاد الولد غادي يقول شنو هي الاكله اللي ما تيبغيش غادي يعبر عليها في جمله يلا شكون اللي سبق عطيني الجمله الاولى واش غنعملوا با وي عبد المغيث مباشره من مورا هاد التمرين غنديروا بارلي دو سوا ومنين نعطيك لو شيما ركز ليا معاها بتعمرها داكشي ديالك نتايا وبدي تحفظها يلا عطوني جمله باش ندوزو للدرس ديال بارلي دو سوا الوغ بالنسبه اللي قال لي قبيله جو ديس ثلاث خوي الوغ امي ام امي ام ما فهمتش كتبتي ليا J'adore tous les plats, mais je déteste le poisson. J'adore tous les plats. Misso, j'adore tous les plats, mais je déteste le poisson. Très bien. Démenti que dit le juge. Chauffez, mais l'ahsan, mais t'as un goulé canaïa à propos d'un plat qui ne l'aime pas. Mais l'ahsan dit le mot, bah, chara, ce que tu n'aimes pas. Mais le mec, goulé, j'adore, mais je déteste. Là, hein, t'es misso, ktibi, je déteste le poisson. Ça fait, je déteste le poisson. Le plat de poisson. Ami, dlibel, machi, t'as la carte, je te dis à
je déteste les fruits. ولكن ولدي امي لي فخوي واش هو عباره عن اكله؟ لي فخوي راه بوحدهم. انا ما كنقولكش لي فخوي، قلت لك عطيني شي اكله ما كتبغيهاش. امبيله سي تان موفي بلا جو نو لام با سي تري بيان ولكن سي تان موفي بلا الوغ سي تان بلا كو جو نو لام با بحال هكا. الوغ غيتا غيتا اتونسيون ما تقوليش جيم با، جو نيم با لو كوسكوس مي جو بريفير لو تاجين. اتونسيون اتونسيون غيتا غيتا، هنا ما طلبناش منك الا قلتي ليا جو نيم با لو كوسكوس مي جو بريفير لو تاجين. هنا غيتا غيتا راه كتقولي ليا داكشي اللي كتبغي ماشي داكشي اللي ما كتبغيش. فهاد الجمله الثالثه خصكم ديروا ليا غير وحده، داكشي اللي ما كتبغيوش فقط. جو نيم با لا سالاد تري بيان. الوغ هي مروه مروه نو فهمتنا شنو قلت. Je déteste les plats gras. Très bien, Cathy Delis. Bravo. Je déteste les plats pleins de la grecque. De la grecque, c'est pas la Grèce, Zema. Monsieur, qu'est-ce que c'est la Grèce? La Grèce, qu'est-ce que c'est G-R-A-I-2-S-E. D'accord? من احسن شيماء واللي قال لي سميتو من احسن عطوني اش من بلا اش من بلا بالضبط. Je déteste le plat de poisson. Très bien, Miso. Alors, oui, très bien, on peut dire, très bien. J'ai horreur des légumes. Ah, chorok, non. Hna ma tlebnach minek tatani ashno légumes, machi 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 okla. D'accord, entabou maya mzyan. Mahjoub, j'ai horreur de tagine. J'ai horreur du tagine, mahjoub. Très bien. Walakin ash men tagine? Ash men tagine? Mathalan tqoul liya tagine de poulet, tagine de bœuf, yani tagine dial lbqri ou tagine dial ldjaj. Je n'aime pas le tagine. Oum Aïcha. Très bien. Walakin ksou liya ash men plat tagine? Je déteste les carottes. Ami om. Allah y a dit qu'il dira. Je déteste les carottes. Rabaki kadou yel khudra. Rabrinel okla. Okla. Je n'aime pas les plats des poissons. Je n'aime pas le plat du poisson. Bashi om bilel. Je n'aime pas le plat du poisson. Je déteste jouer du sport. Mina. Tifin keina. Ana kangoulik. Ana un plat. Mashi ela chi sport. Ketla bia. Je déteste les pâtes. Voilà. Très bien, chorok. Hanti adarti. Je déteste les pâtes. Hada c'est un plat. Je déteste, maintenant, je déteste les spaghettis. Je déteste la pizza. Je n'aime pas le couscous. Voilà, Khaoula, voilà qui m'a dit que je n'aime pas la tifia. Je n'aime pas le tagine de poisson. Bonjour, Cap. Yara, tu comprends la cap, maintenant. Je déteste. N'arrête pas l'eau. Mettez-vous un plat, vous l'avez le couscous. Où ça fait? Gaïa, je fais tout. Je déteste le couscous. وصافي واخا حنا هاد الكوسكوس وعينينا حنا قلنا هكا جمله داكور. جو ديتيست لو كوسكوس. وها نتوما درتو واحد الجمله بسيطه. جو ديتيست لي بوا لي بوال لي با لي سي با لي بوال لي بول لي بول روتي. جو نيم با لو تاجين دو فيون. تري بيان ميسو. ها انت تبعت هاد الجمله. جو ديتيست لا بوال سافا دير كوا لا بوال مسيو ام امي سميتك اش تقول لي دابا انت في هاد الجمله ما قلتي لي فيها والو. جو نيم با لو تاجين دو بواسون. تري بيان حجوب الزواق. Alors, Khaoula, je ne l'aime pas. Hididik elle. Apostrophe. Gouli, je n'aime pas la pizza. La pizza. Ça fait? Le plat, n'arrête pas le gars. Le tagine de poulet. Ou là, le tagine de bœuf. Ou là, le couscous. Ou là, les salades. Ça fait. هذا هذا البرد كسكسو هو اللي صح. وي ام عائشه هو لقينا راسنا بانه خصنا جمله مثلا في امتحان موحد وخاصك جمله جمله فيها نقطه وانت عاقله لو كسكس هو اللي جا في بالك اللهم تكتبيه هي كتبي. المهم انه هو الاستاذ ماشي كيصحح الورقه على اساس انه قلتي الصراحه لا هذه راه كتبات على حسن الجمله اللي كتبتي في الطريق فقط اش انت عرفوه مايا صافي. ندوزو دابا للتمرين الثاني او بليتو ماشي التمرين ندوزو الدرس ديالنا ديال لا برودكسيون كريت. مستعدين؟ يلا باش ما كان عطوني شي جواب باش ندوز. مينا تري بيان لا سالاد دو فروي واخا هو سي ان ديسير. مينا سالاد دو فروي ماشي ان بلا ماشي اكله سي ان ديسير. يلا غير غنضحك. مرحبا ام عائشه ما كاين مشكل. كاتي دي ديتيست لي بواسون ماريني تري بيان. الوغ شي با لو بواسون لي بواسون
الونز. يلا دابا غتمشيو معايا غتكتبوا اكسبرسيون اكريت العنوان تاعها هو بارلي دو سوا صافي. وهذا التكست اللي غادي نكتب دابا كلشي كتبها معايا كلكم كتبوها معايا. Expression écrite. Je vois ce bouton qui est là. Parler de soi. Le mot de la loi. Parler de soi. Le texte est actif. Cool chic, c'est pas mal avec parler de soi. Voilà qui. Les réchauffés ou une lettre de présentation. Lettre de présentation. Dans laquelle on va parler de soi. Et on va parler de soi. Salut. D'accord. On a déjà un staff. C'est-à-dire la formule d'appel. Salut. Je me présente. Je m'appelle. Kvoumziel. Je m'appelle Jamila. Point. Je suis marocaine. J'ai 14 ans. Je suis née à Marrakech. Une très belle ville touristique surnommée la ville ocre ou la perle de سود. انا غادي نطلع على حسب اللاعب ثاني نتوما كملوا عادي. Je suis une élève du collège. J'aime trop jouer au violon et je préfère aussi lire des romans policiers. Je suis une personne aimable, serviable, serviable et très intelligente.
نرجع لها فيك تبت جو دوزيام باراغراف مون غاز سي دو devenir une grande artiste. D'accord, Fatifleur, ça fait waha. ماشي مشكل امي، سمحوا لي الا كنقرا لي كومونتير تنعاود نرجعو. عبد المغيث مزيان الوغ صوب هذيك الصفحه، راه ماشي حاجه اللي صعيبه. وي تقدر تكتبها عبد المغيث. وي عبد المغيث راه هكا كتكون. وي دابا سمحوا لي، راه كنت نحيد شي دراري صغيرين في عقلهم داخلين يتفلاو، حيدتهم داكشي باش ما كنجاوبكمش. جو سينيال هاد الناس هادو، باسكو كاين اللي ما مربينش، اللهم يمشيو في حالاتهم. ما فهمتش هادو فين ساكنين، واش ساكنين معنا على وجه الكره الارضيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، اش بينا نديرو؟ هذا داخل اصلا مستهدف، كاين انتيا يعني ما عندوش غرضه في القرايه. اللهم نحيدو النادل كما تنقول حنا البخاخيش. وي شورو خليهم، انا ما جاوبتهمش، خليتهم حتى حيدتهم وصافي. جو لي بلوك تنسينياليهم وصافي. اسمحوا لي باش نعاود نخمل شويه هاد الجروب. واش ضروري نديرو بريزونطاسيون ديالنا حقيقيه؟ نو خاوله، ماشي بالضروره الهريش. واش في الفرض باش ضروري ندير المدينه اللي ساكنه فيها نقدر هي ميسو، نقدر ندير مدينه اخرى. سمحوا لي واحد شويه وغادي انا معكم داكوغ، حيت كاينين شي وحدين ما كيلاش تجاوبيهم. اذا نطق صافي السفيه فلا تجيبه، لانه انسان اللي تيكون بحال هكاك ما كاينش طاحي معاه في هذا الابراج. اش بغيت ندير؟ ما نبقى نتناقر معاهم يمكنش. مرحبا ام عائشه،
وي عبد المغيث بحال بحال دابا نشرح لكم داكوغ واخا اسمحوا ليا وي ماشي ضروري ماشي ضروري نحطو لي زانفورماسيون اكزاكت والله الا ام عائشه باش تقوى المناعه صراحه لا انا ما عنديش المشكل مع بالعكس انا هاد الناس هادو راه شوفوا نقول لكم القضيه راه ضروري ما تيكونوا من لي كومونتير سلبي ولكن كل واحد تيبين على المستوى ديالو على التربيه اللي تلقاها في ديورهم هادشي كشي باش انا اللهم نبلوكي هاد الناس هادو صافي يلا نشرح لكم دابا نتبعوا الونزي نقرا عليكم الرساله يا سيت اون لتر نسيت ما كتبت في الاخر ديالها سمحوا لي ما عنديش فين نكتب باش تسمحوا لي دقيقه وغادي نكتب هنايا مثلا هنايا في الاخر لا فورمول دو بروتيس فينال بحال مثلا بحال هكا ا بلس في الاخر ديالها ديك لا فورمول فينال ا بلس ولتحت مثلا غنكتبوا السميه ديال الشخص اللي كتب هادي مثلا سي لاميا غير كتبوا معايا حيت ما عنديش فين نكتبها لاميا الوغ ا بلس كتكتبوها تحت من هادي بحال كيف باش شفنا في لاتر بيرسونيل يعني كتكون واحد لا فورمول فينال وتحت من هاد ا بلس غتكتبوا لاميا شروق لو ليو غادي نديروها في نهار 2 ان شاء الله صافي حيت ما بقاش عندي كيفاش نجي ندير لكم دي لايف بزاف ماكراتش والله ماكراتش صافي واخا فاتيفلو انا غادي نطلع عليه ايه يا عبد المغيث راه بارلي دو سوا راه او ميم طون لاتر دو بريزونطاسيون راه نفسها يلا نبداو سالو جو مو بريزونت يعني سالو جو مو بريزونت يعني اشنو جو مو بريزونت يعني اقدم نفسي Je m'appelle Jamila. Ismi Jamila. Je suis marocaine. Ana maghribia. J'ai 14 ans. Yani, عندي 14 سنة. Je suis née à Marrakech. Wolitou fi Marrakech. Une très belle ville touristique. Medina Jamila wa siyahia. Surnommée la ville ocre. Al-Moulaqaba bil Medina al-Hamra. Ou la perle du sud. Ou bil Jawharat al-Janoub. D'accord? Je suis une élève du collège, un atilmida fil idadi. J'aime trop jouer au violon. Ouhibou katiran al-la'ib ala al-kaman. Le kaman ou le violon. Et je préfère aussi lire des romans policiers. Oufakdoulou kadalika, qira'at qisas ou riwayat policia. Je suis une personne, un acharson aimable. Yani latifa jiddan, yani mhibouba min taraf nas. Serviable, yani... كيفاش نقول لكم خدومه يعني الناس كان اي واحد وقف عليا كيلقاني اي تري انتيليجونت وذكيه جدا مون غيف حلمي سي دو ديفونير ان اكون اون غراند ارتست ان اكون فنانه كبيره ا بلس يعني يعني بحال نقول لكم او ريفوار لاميا صافي J'habite à Tanger, la ville. Est-ce que c'est moi qui suis ma mère? Qu'est-ce que c'est ma mère? Goulentaya la perle
du nord, يعني جوهرات الشمال. La perle du nord. فعود du sud. La perle du sud. هتبنايا la perle du nord. Du nord. La perle du nord. جوهرات الشمال. وغتفلت غتكتب لها ستون تخي بيل شتي عبد المغيث غتكتب جو سوي ني ا طونجي اون تخي بيل فيل توريستيك سورنومي وغتكتب لا بيرل دو نور صافي مفهومه وي عروس الشمال تخي بيان ميرسي شروق ياك الله يعطيك الصحه ميسو سمحوا لي عندها الصح ميرسي بوكو ميرسي بوكو سمحوا لي صحوا الخطا انا ما رديتش البال سي جميله سمحوا لي سميتها جميله هي اللي غتكتب هنايا برافو ميسو ابدا رديتي معايا البال ما عندي ما نسالك هذه كتسمى اون لتر دو بريزونطاسيون كيفاش تقدمي راسك في رساله بالنسبه للاصدقاء الا كنتي في شي مثلا في الفيسبوك او في شي مجموعه بتقدمي راسك هذه امتحان ممكن يطلبوها منك وي سميتو صافي راه هي مكتوبه داكوغ الوغ دابا غتشوفوا معايا واش فهمتوا المحتوى نتاع الرساله ولا ما فهمتوش يا كلشي فاهم المحتوى تاع الرساله من شرحتها لكم وي عبد المغيث هذيك ماروكين لا لا ماشي كلشي شحال صفحه في هذا الدرس فاتي فلوغ لا انا ما خدامش بالصفحه ها انت عبد المغيث راه باقي غنعطيكم باش نكتب في التعليق نقدموا انفسنا اي انا قلت لكم سيدي قدموا انفسكم عباره عن اللي تخاكا غادي تجوا في رساله ها انتم شوفوا دابا حنايا غادي دابا حنا غنقراوها حنا خدمنا على هذه الرساله حنا كنخدموا عليها ابخي غنمسح وغنعطيكم لو شيما اللي غتبعوا ليها باش تعرفوا كيفاش تتعاملوا مع بحال هذا النوع ديال الرسائل صافي بيان سور غيتا هادي سامبل بزاف اي الا كلشي صحيح الا الا كان شي حاجه تبدلها وي الوغ شوفوا معايا دابا في هاد الرساله هادي الحوايج اللي غنقول لكم غتسطروا اللي غنقول لكم تحفظوا غنسطر لكم عليهم ولكن غنعاود نكتب لكم واحد لو شيما باش تعرفوا كيفاش تتعاملوا مع هاد النوع ديال الرساله داكوغ الوغ اول حاجه لاحظوا هاد لا فورمولا هادي هاد لا فورمولا ضروري خصها تكون في الرساله هي الاولانية لاحظتوا ما كاينش التاريخ هنا ما كنديروش التاريخ حيت هاد الرساله حنا مسافرينها يا اما في الفيسبوك يعني بيناتنا ما كاينش رساله ماشي في تطلعش حدا اخر في شي مدينه اخرى ها اللي غيتحفظ جو مي بريزونت جو مابيل داكوغ هادي غتحفظ كلشي كيحفظها كي الدري كي البنت جو سوي ماروكين ماشي حيت بنت هي قالتها كنهضرو على الجنسيه كيف ما وي نو نو يا باردون سمحوا لي هذيك لا كات جو سوي ماروكا بالنسبه للدري والبنت تقول جو سوي ماروكان حتى ابخا نقول لكم وغنحفظوا هادي داكو وغادي نحفظوا هادي باش نعرفوا بان كاين قبل منها لاج جو سوي ني داكو ا وبيان سور هادشي ما كنحفظوش الا بتحفظوها نتوما يحفظوها مثلا كيف فيكم اللي غايقول لي جو سوي ني ا رابا اون تري بيل فيل توريستيك بلا ما ديروا نتوما هادي كاع داكوغ لي بريك غابا باش معروفه كتسمى المدينه الاداريه ولكن ما كاينش تقول هنايا لا فيل ادمنستراتيف ما كاينش نقولوها المهم حطوا بعدا جو سوي ني ا داكوغ وغتحطوا هذه كاملها جو سوي ان اون الاف دو كوليج بالنسبه للبنت غتقول اون الدري كيقول ان جيم ترو ممكن تحيدوا هذا جيم ترو تقدروا تديروا صا جيم بوكو جيم ميو اي جو بريفير هذه ماشي بالضروره تكون غير انا درتها هانتوما باش تجيكم شويه طويله داكوغ تعطي جوج ديال الحوايج كتبغيهم نتايا انتيا جو سوي اون بيرسون هادي اللي بتحفظوها كلكم حفظوها ماشي مشكل نورمالمون كنحفظو غير جو سوي اون بيرسون ولكن اللي بغا يحفظها يحفظها وكتكتبها بهاد الطريقه هادي مون غيف سي دو دوفونيغ وكتكملو وحفظو ليا ا بلوس وبيان سور السميه كتبدل على حساب شنو عندنا هنايا Je me présente, Khaoula, je me présente, je m'appelle Khaoula, je suis marocaine. Alors, Khaoula, je me présente. À la fin, ce qu'il dit, E. D'accord? À la fin, ce qu'il dit, E. Je me présente. Je m'appelle Khaoula, je suis marocaine. Ce qu'il dit, E à la fin.
جابيت عقلها كيفاش كتكتب ماشي هكا جابيت كتكتب اش ديال الاولانيه عاد ا جابيت ا تارودانت تارودانت افيك ا ماج ا اكسون تارودانت ار او يو دانت على فان او اي جي 27 ans لا هذيك اللي كتبتي بلا ما تكتبي اي حيدي هذيك اصلا ما صحيحاش ديري غير نقطه وجيري جي 27 ans دائما ديري بين كل وحده وحده نقطه جيم لو سبور هذيك جيم ردي لها كيفاش كتبتيها اي لا ليكتور نو هذيك اللي كتبتي او اس تي ما كتكتبش كتكتب او تي بلاصت اي اس تي اي لا ليكتور اوسي ولكن ما عندي ما نسالك برافو عليك اوكسفورد بلا سميتك ولدي انا هنا ما كنقراش العربيه ما كنخدمش بالعربيه داكوغ سير شوف شي استاذ اخر العربيه انا كندير الفرنسيه فقط يمكن لادريس ميل الى التليفون لا ريتا هادي ما كندوش فيها لادريس ميل الى التليفون ما كنديروهاش فيها واش سترتو على داكشي اللي كتبت لكم باش ابخي عطاكم واحد لو شيما وهي نتوما اللي غتحفظوها باش تعمروها بطريقتكم ولا كنصحكم كل واحد فيكم يعمرها بطريقته ويصاوبها ويحفظها يحفظ داكشي اللي عمر صافي نمسح السبوره يلا ندوزو لابارتي اخرى الونس دابا غنعطيكم كيفاش كنكتبوا هذه كيفاش غنكتبوها اول حاجه سيت اون ليتر دو بريزونطاسيون كيفاش غنكتبوها يا اما كنبدا بسالو او كنقول مثلا بونجور ما تقولوش بونسوار لانه ملي كتكتبها كتكتبها انت في القسم ماشي كتكتبها في داركم ماشي في الليل الوغ يا اما تقولوا سالو يا اما بونجور هادو لي فورمول دابيل باش كتبدا الرساله ديالك تفهمنا واش هادشي قلت لكم فهم لحد الان ماروكان انت انا ليف هما فقط كلمات اللي كيتبدلوا وي وي جيم مي جو بريفير نقدروا نقولوها ميسو مال الذكور ماروكان جو سوي ماروكان وي بيان سور شنو قالت لي هبه ماشي مشكل يبقى بوحمله ماشي مشكل يلا اول حاجه تنبداو لا لتر ديالتنا بلا فورمول دابيل يا اما كتقولوا سالو يا اما كتقولوا بونجور صافي مفهوم هادي باش ندوز معكم الفقره الاولانيه باش كنبداوها كنبداوها جو مو بريزونت كنرجع للسطر كندير لا لينيا جو مو بريزونت غادي نحفظوها وكندير دو بوين وكنقول جو مابيل جو مابيل ديالكم يعني كتقولوا لو برينوم ديالكم يعني الاسم الشخصي نتوما ماشي كتكتبوا كيف ما هو يعني هنايا غديروا سميتكم مثلا جو مابيل لاميا جو مابيل حليمه جو مابيل عبد المغيث جو مابيل ميدي جو مابيل محمد صافي وكدير ان بوين مفهومه ولا لا بونجور تو الموند لا شيماء من الاحسن نقولي غير بونجور ما كاينش تقول تو الموند الوغ اتونسيون نتوما دابا ركزوا معايا ما باقيش تصيفطوا ليا شنو كتبتوا صافي حتى نعطيكم المنتوج عاد عرف كيفاش ديروا يعني كنعملوا اي الذكور انات اون اي ماشي غير هما كيتبدلوا مثلا انا كانت عندك
مثلا بحال هنا في هاد الرساله شي اللي كيتبدل فيها. ها انت ركز معايا عبد المغيث وغادي يبان لك كلشي. الوغ جو مابيل هكا وغنتبع ليها جو سوي هكا. وهنا كتقولوا بالنسبه للبنت غتقول جو سوي ماروكان، طبعا البنت غتقول ماروكين، هذه بالنسبه للبنت. والدري تيقول جو سوي ماروكان، هذا بالنسبه للولد. صافي البنت كتقول جو سوي ماروكين والولد تيقول جو سوي ماروكان. انا هي كتقول انا مغربيه وهو تيقول انا مغربي. صافي اما الا قلتو دوريجين، الا قلتو دوريجين غتقول دوريجين ماروكين، ولكن ما كاينش علاش نديروها جو سوي ماروكين بالنسبه للبنت، جو سوي ماروكان بالنسبه للولد. داكور ابخي غتبع ليها جو سوي ني، يعني ندير فين تولدتي. جو سوي ني الولد كيقول جو سوي ني، تيدير غير ان سول اكسون غير او. البنت تدير جو ديال لي زو، الا كانت البنت غادي دير او اكسون او. الوغ جو سوي ني او. عطيو المدينه ديالكم فين ساكنين. فين هي المدينه؟ لا فيل. غتعطيو اسم المدينه زائد الوصف ديالها، الوصف يكون صغيور بحال كيف ما شفتو قبيله في هاد النص. عطونا شي حاجه اللي كتميز بها نتوما الا وحدتو داك الوصف اللي كتبت لكم في النص اللي كتبنا قبيله حطوه، عقلوا عليه وحفظوه وحطوه. مرحبا خاوله. Une très belle ville. J'ai 30 ans. Je suis femme au foyer. J'aime la lecture et je parle la langue française et arabe. Très bien, Om Bilal. Wa alaykoum salam, Maryam. ماشي مشكل مريم، انا اصلا التمارين ما حطيتهمش. صافي الو واحد انا شنو قلت لكم؟ اول حاجه باش كتبداو لا فورمول داخل سواء هادي سواء هادي، وكتبداو لا لينيا، يعني جوج مربعات عاد تكتبو. جو مي بريزونت جوج نقاط. جو مابيل ملي كتقول جو مابيل كتبع على الاسم الشخصي ديالك، ما كاينش الاسم العائلي، كديرو نقطه. جو سوي كتعطي الجنسيه ديالك، الا كانت البنت كتقول جو سوي ماروكان، و الا كان الولد تيقول جو سوي ماروكان. وكنديرو بوا اخرى. جو سوي ني كنعطي المدينه فين تزاديت. جو سوي ني فين مراكش، كازابلانكا، غابا، سالي، فين ما تزدتو، زائد الوصف تاع هاد المدينه هادي. ما لقيتو ما تقولو غتقولو مثلا جو سوي ني اكادير اون تري بيل فيل توريستيك. صافي بحال هكا. ابخي غادي تمشيو تكتبو جو سوي، هادي غنكتبها لكم كيف ما هي. Je suis une élève du collège. Je suis une élève du collège. Safi hadi ktbouha kif ma hiya ya lana koulkoum ktqra fi collège li houm el ahra machi mouchkil tawa ktbouha ma adach na el mouchkil bla ma tktbou je suis mathalan une femme au foyer wala mel ahsan ktbou hadi li biktb une femme au foyer la sahiha machi ma sahihach ghir el ahsan ktbou hadi je suis وي فوالا نسيت بدات لكم شلاج. جو سوي ني جو سوي نيل نو جو مابيل جو سوي ماروكا. نسيت بدات لكم لاج، لاج غتكون هنايا بلاتي نعاودها لكم. جو سوي ماروكا سمحوا ليا. هانتوما اول ثاني حاجه كنبداو بالاسم الشخصي، كنتبعوا ليه الجنسيه، عاد العمر ديالنا شحال في عمري، جاي شحال عندي في العمر ديالي. داكو جي 14 ans 13 ans. عاد نقول بوين جو سوي ني، كيف ما قلنا الولد غيدير غير ان سول او، البنت غدير جوج. جو سوي ني ا لا فيل، يعني المدينه اللي تزيد فيها، زائد الوصف ديالها. واك واك تلفت كلشي. لاج ديالي انتبع لها الجنسيه. جو سوي
يا ربي هاي فين انت؟ ما تديوش عليا هاد النهار، ما تديوش عليا ضني يلاه هاد العشية كنت خدامة شوية عيانة. الوغ شكلنا جي 14 جو سوي ني ا مراكش فوالا جو سوي جو سوي ني ا ونشوفو المدينة اللي انا تزاديت فيها زائد الوصف ديال ديك المدينة داكوغ كيف ما قلت لكم قبيله ما لقيتو ما تقولو غتقولو اون تخي بيل فيل توريستيك وصافي بارك عليكم. الوغ ابخي لا ناسونس ديالك غتكتب ليهم جو سوي اون بالنسبه للبنت غتقول جو سوي اون بالنسبه للدري غيقول ان صافي جو سوي اون اليف ولا ان اليف بحال بحال نعاود نقولها الا كانت البنت غتقول جو سوي اون اليف دو كوليج ولا كان الولد غيقول جو سوي ان اليف دو كوليج صافي وغنديرو النقطه وغنمشي نقول جيم انا قلت لكم هادي راه ممكن تبدل ماشي بالضروره تقولوا جيم ترو تقدروا تقولوا حتى جيم بيان جيم ترو جيم بوكو جادور ماشي بالضروره تقولوا سميتو الوغ جيم ترو اشنو كتبغيو وتقدروا تزيدوا عليها اي جو بريفير اللي ما بغاش يديرها ماشي مشكل هادي راه ماشي بالضروره تكون هاد الثانيه هادي كتب لها بلا مغاير حيت ماشي بالضروره تكون الا درتي غير جيم بوحدها صافي داكور وغتمشي ديرها ثاني نقطه اخرى وغادي تقولوا جو سوي اون بيرسون هذه بالنسبه للولد والبنت اذا نقولوا اون بيرسون بجوج الولد والبنت يقولوها وهنا كتعطي لي كاليتي ديالك يعني المميزات ديالك كيف ما قلنا قبيله انت كيفاش كشخص ظريف مزيان معقول عطا الله ما نقولوا كاليتي كاينين بزاف بحالاش لي كاليتي كيف ما شفنا قبيله تقدر تقول جو سوي اون بيرسون اونيت يعني شخص اللي هو صريح ولا سيريوز اون بيرسون سيريوز داكور ولا مثلا اون بيرسون جونتي لا كتجي تخيلها اون جونتي اون بيرسون اونيت سيريوز امبيسيوز طموحه او طموح هادي كتبدا نقولها للبنت والولد ما تتقولوش امبيسيو حيت راه اون بيرسون اتسيتيرا هادو عطيتكم غير الامثله ديال لي كاليتي واش غادي معايا مزيان بدينا مع 8:30 كومونتير ما بقاوش كيطلعوا ليا ما عرفتش علاش مريم ما وصلت حتى شي حاجه مريم هيا بدل المغيط هذه راه تقديم هذه هنا كتقدم راسك فهاد الرساله هذه تتميز هي اي تري بيان تتميز سو كاركتيريز ميسو ماشي غير كاركتيريز سو كاركتيريز مريم بدينا مع 8:30 مرحبا ام بلال جو سوي ني ا او كاركتيريز بار وي ميسو غتقولي مثلا جو سوي ني ا مثلا ا مراكش كاركتيريزي بار بوكو دو سوق بوبولير مزيانه وي وي امي امي ام من الاحسن تحفظهم بالترتيب باش ما تلبش ميسو ولا لا من الاحسن ما تخربقيهمش باسكو الا خربقتي غتنساي سلام كاليتي ديال الذكور انك انا كتقول اون بيرسون ملي كتقول اون بيرسون يعني هو شخص سواء تكون بنت او ولد تنا اكسبرسيون كريت نهار ثلاث لي مستطاط النقاش بتفاد هاد الشونس واخا كان هاد اكسبرسيون مفيهاش عجلوش بصح وي مريم وي مريم عندها الصح عندها الصح بنتي مريم ما يمكنش تعطيك لا برودكسيون كريت على 20 ضروري خاص تحط واحد نص نقطة لأنه ما كتحطش 20 في الإنشاء صافي ألوغ لحد الآن الله يخليكم واش هادشي اللي كتبت معاكم مفهوم ولا ما مفهومش ما كيطلعوش لي كومونتير دغيا المهم تنشوف أبخي داكو دابا غادي نكمل أبخي ملي ساليت مع هاد لابارتي الأولانية غنرجع لتحت وغادي نكتب مون غيف حلمي Mon rêve, c'est de devenir. On a qu'attendre le plus dial de quoi, le plus dial quoi. Non, le plus libre de tout. Yani, il est n'importe quel libre de quoi le faire. Là, le gudin, devenir médecin, devenir dentiste, devenir musicien, etc. On me dit qu'est-ce que me loue? Qu'est-ce que me loue pour la formule finale? Gouvernement A plus.
يا اما تقولوا ا بلس ولا ا بيانتو داكور، يا اما هادي يا اما ا بيانتو داكور بحال هكا. وكتسالي في الاخر بلا سيناتور ديالك، كتعطي لا سيناتور. مثلا سميت مثلا علي، غتكتب في الاخر علي مثلا. صافي، هادي راه اسهل رساله لحد الان. واش مفهوم هادشي؟ باك تحطش مري ماشي عطا الله، هذا هو القانون. سالو جو مي بريزونت جو مابيل نزا جو سوي ماروكين جي 37 ans جو سوي نا اولد تيما اولد تيما اون بيتيت فيل جو سوي اون اليف دو كوليج جيم ترو لير تري بيان. مروانوكس مرحبا كاتي ديليس، مش حتى نعاود لايف سمحوا ليا. ماشي مشكل مريم، ماشي مشكل، بقاش فيك النقطه مزيانه. وي مريم مريم ما يبقاش فيك اونس نقطه بنتي، حنا راه اش بغيت نقول لك؟ لا اله الا الله. صافي دوفونيغ امي ام امي ام دوفونيغ هي ان اصبح، حلمي ان اصبح. عبد المغيث دو دوفونيغ، لا حيد عبد المغيث، حيد سي سي دو دوفونيغ، حيد حتى ديك سي لو حيدها. سي دو دوفونيغ جوور دو فوتبول، devenir joueur de football. صافي واش من خلال هاد التركيبه اللي عطاتكم دابا واش تقدروا تصاوبوا اون لتر دو بريزونطاسيون بطريقه سهله مالا؟ وي مريم نقدروا نقولوا رايك كتبت لكم مون غيف. مريم غادي نقولوا مون غيف، ولكن غنديروا فاصله وغنتبعوا ليها. سي دو devenir، يا اما تقولي مون غيف سي دو devenir، ولا مون غيف سي دتر. وي سهلة سهلة. وي هي هذيك اللي مكتوبة. صافي مفهومة؟ اون بروفيسور داراب. وي ميسو تخي بيان، ولكن بروفيسور دابا كيفاش كتبتيها؟ بروفيسور كتكتب ا بي ار او اف او دو اس او اي ار. مريم ماشي ماشي مشكل. مروان نوكس يقدروا يعطوكم في امتحان، يقدروا يعطوكم في امتحان المحلي، يقدروا يعطوها لكم. كاين في داك التمرين الصفحه 71. الهدف من منها شنو هي الشيكتات؟ جابليك جو ترانسفير. عبد المغيط à ton tour rédige un message de présentation destiné à un forum de rencontre pour des jeunes qui ont la même passion que toi dans des informations personnelles par راه هي هذه دابا حنا ولدي عبد المغيط راه طلبوا منك تكتب j'applique je transfère. وي عبد المغيث راه طلبوا منك في الصفحه 71 تكتب بحال هاد الرساله. دابا حنا هادي فين كتبناها؟ راه بحال كتبناها في واحد شنو هو فوروم. فوروم هو واحد الجروب ديال الناس كيديروا تيصاوبوا باش كيتناقشوا في مواضيع داكور، وانت بتدخل تعرف عليهم او بتتقدم راسك لهاد الناس هادو. كتكتب واحد الرساله، هي هادي دابا اللي خدمت معاك. شي دابا اللي خدمت معاك راه تماما هو اللي خاصك دير، وغدير تواب غديرها بلا فورمول دابيل، ومنين تكملها غدير فيها لا فورمول فينال، وغدير فيها سميتك في الاخر عبد المغيط وغتساليها. فهمتي دابا عبد المغيط؟ واش كلشي فهم؟ مرحبا ميسو، مزيان برافو عليك فهمتي. راه اش بغيت نقول لك؟ يوم دون دي انفورماسيون طور دو سي غو دو بريزونون بلي با دو بريسيز لوبجيكتيف دو ميساج. لوبجيكتيف دو تو ميساج، يعني علاش بتصيفط هاد الرساله؟ تو سامبلومون كتسالا في الاخر كتقول لهم انا هاد الرساله كتبتها بوغ مثلا، انت غتشوف
بحال هكا تقول مثلا داك الفوروم اللي نتايا انضميتي ليه، هذوك الناس اللي فيه كيهتموا مثلا بالقصص البوليسيه او كيهتموا بالالعاب ديال بلاي ستيشن، وانت دخلتي عندهم وكتقدم راسك وفرحه كتقول لهم الهدف ديالي انني نضم لهذا الفوروم حتى انا كنبغي مثلا الالعاب ديال الفيديو، فهمتيني اش بنقول لك؟ هكا باش كتساليها. وهنايا غادي دير، عطاك انا الجمله اللي غادي تكتب ملي غتكمل بالنسبه لك نتايا. نتوما لا نتوما هاد الجمله ما تكتبوهاش، هو اللي دابا حيت هو طريق الفوروم غتكتب ابخي جو ديزير، غتجي الاخر غتكتب جو ديزير احب ولا ارغب، يعني هذا هنا في كاين الهدف ديالك. جو ديزير كوريسبوندر avec d'autres membres, يعني اعضاء اخرى d'autres membres qui aiment aussi les jeux vidéo comme moi. يعني انا دابا ارغب في التراسل باش انني نتراسل مع اعضاء اخرين اللي كانوا حتى هما تيبغيو كذلك بحالي لي جو فيديو بحالي انايا كوم موا. صافي عاد كتب ا بيانتو هنايا وكتب هنا تحت عبد المغيث عبد المغيث شاهدنا عبد المغيث. ان شاء الله ام بلا مرحبا بنتي. سالو تو الموند جو مي بريزونت. الوغ مريم سالو تو الموند غادي ما غاديش ديريها مع التكست، غاديرها الفوق بوحدها وغادير الفاصله ترجع للسطر. جو مي بريزونت جو مابيل مريم، كاين اخطاء مابيل على فان دو زيل او جي 13 ans. ديري النقاط بيناتهم. جي 13 ans جو سوي اون 3ام اني دو كوليج مزيان. جابيت ام كناس. جيم لا ميوزيك لا ليكتور اي ليكريغ. لا ماشي اي ليكريغ، اي ليكريتور، اي ليكريتور دي رومون et les voyages. Mais j'ai une, ma commentiche lia, j'ai écrit cette lettre pour chercher les personnes qui me participent. Là, mais sous, et là, tu dis d'abord, quand tu as dit ça là, quand tu as dit ça là, nous la même passion. J'ai écrit cette lettre pour chercher des personnes qui ont la même passion que moi. وشنو هي لا باسيون، شنو هو العشق ديالك؟ كو لا ميم باسيون دو موا كيام اوسي مثلا كيام اوسي لا ميوزيك كوم موا بحال هكا. تخي بيان مريم، غروند باسيون وي جي اون غروند باسيون بور لا ناتاسيون. تخي بيان مريم. عبد المغيط وي، ملي كتقول الهدف ديالك خاصك ترجع الفوق تقول جيم لي جو فيديو، فهمتي اش بنقول لك عبد المغيط؟ صافي مفهومة؟ يلا مادام ان كلشي مفهوم نتمنى تكونوا فهمتوا. الا كان شي سؤال ما حدي باقي ما سديتش اللايف، اللي عنده شي سؤال يطرحوه ليا. سينو ان شاء الله نتلاقاو نهار الاثنين الجاي ان شاء الله مع درس جديد داكوغ، غادي نشوف هاد الدرس ديالاش. دابا نشوف، دابا نقول لكم شنو هو الدرس اللي غنخدمو عليه. غادي يكونوا في الغالب غادي يكون بارلي دو سا فيل او دو سا ريجيون، نشوفو لا ليكتور ديالتو وكذلك لا لونغ ديالو. صافي نفو جو كخوا ما كاين حتى شي سؤال تيبان ليا على حسب انه تحت ما تي كومونتي، يعني ما بقى حتى شي سؤال.
هل هناك من سؤال؟ يلا مادام انه ليس هناك اي سؤال غادي نمشي. Je rêve de devenir une professeure de physique. Oui, Mariam, très bien. Très bien, Mariam. Mandiman Tsalk, bravo, Alik. Le Ford le français, ou ça d'abord, le Ford de Tani. Mais so, ra, ma canouche, le Ford de Tani, ma canouche, j'ai connu d'abord, mais qui me disent, mais ne drna om. Je suis dit, ça, hé, ou ça, شنو اللي عندك صحيح؟ شوف راه ما قريتش شروق فينك، فين كشروق؟ راه الكومنتار ديالك ما بانش عندي نهائيا، شروق ما بان ليا والو عندي، ما بان ليا حتى شي حاجه من داكشي اللي صيفطت ليا. جو سوي سور سو فوروم بور رونكونتري ديجا لا ميم باسيون كو موا. تخي بيان مريم، ولكن كملي كيون لا ميم باسيون كو موا. مرحبا شيماء، هو هذاك الدرس، هو هذاك الدرس. وي استاذه واش عندي داكشي صحيح؟ وي مريم صحيح. شيماء برافو 17 شونس، برافو عليك يا بنتي. مرحبا مروانوكس، مرحبا ميسو. لا لونغ 7، ما فهمتش شنو هي لا لونغ 7. مرحبا ام امي ام، واش الى قربوا معنا الامتحانات؟ الى قربوا ما فهمتش والله مروانوكس. مرحبا، واش تخدمي معنا؟ واش تخدمي معنا؟ انا ماليش امتحان الى اي. اكيد مروانوكس نخدمو ان شاء الله، انا ماليش الامتحانات الموحده المحليه، وان شاء الله في الصيف، ماشي في الصيف زعما، ان شاء الله في الدوره الثانيه كذلك كنخدمو الامتحانات الجهويه. وديجا راه في الى شفتو في اليوتيوب القناه عندي راه غتلقاوني خدمت نماذج ديال الامتحانات الجهويه ديال الدوره الثانيه داكوغ، وراه خديت واحد النموذج ديال الامتحان المحلي في الدورة الأولى، قلبوا عليه غتلقاوه، ولكن خدمتو في البيسي، غتستافدو منو شوية، صافي؟ لي كومونتار مكيطلعوش ليا، صافي نتلاقاو إن شاء الله الحصة الماجية مع درس جديد يوم الإثنين مع 8:30، وغادي نصيفط ليكم نخليكم في إلا لقيت البوست غادي نحط ليكم في صندوق الوصف شي حاجة، إلا ما حطيت ليكمش يعني راه مكنحتاجوش، ديك الساعة راه غادي نخدم معاكم غير فاسميتو، المهم أنا غادي نحط ليكم. المهم انا غادي نشوف صافي، يلا خليوني انا عارفه اش تندير. يلا نتلاقاو ان شاء الله حصه اخرى، تصبحوا على الف خير و او ريفوار. وسمحوا لي لي كومونتير ما كيطلعوش ليا، يعني انا ما كنعرفكمش شنو كتكتبوا ليا. لا لا ميسو ما تخلعي والو. وي مريم، عبد المغيث عارفه ولدي غنكلفك مع مريم، عطيها الله يخليك الفيسبوك ديالي، وتصيفط ليا باش ندخلها للجروب ديال الفيسبوك، باش تدخل جروب الفيسبوك باش تعود تشوف داكشي اللي كان صيفط ليهم في الفيسبوك. صافي الوغ الله يخليكم، اللي بغى يدخل عندي الجروب الفيسبوك ديالي ديال اللي دابا فيه مع الناس، مرحبا بكم. ها هو عبد المغيث ولا اي واحد من هنا من الاعضاء ديالنا هنايا، الله يخليكم. بارطاجيو مع هاد الناس الجروب فيسبوك ديالي باش نعطيك باش تبقاو تشوفوا لي زانونس اللي كنرمي، يا اما تصويره تاع شي تمرين يا اما ديال شي درس، باش توجدوا راسكم اليوتيوب. صافي لحقاش راه كان من نفس التكشيف صندوق الوصف، ولكن ما كاين اللي ما كيطلعش ليه. صافي واخا اليوم مريم انا راه مرميت لها حتى شي حاجه، راه جيت خدمت معاهم تمارين ديال الدرس نتاع اكسبريمي لي غو لا بريفيرونس بلا ما نحطهم ليهم، وخدمت معاكم هذا الشيء هكاك مباشره. لا ما بقيتش منا، ما بقيتش الجروب واتساب. ها هو عبد المغيث غادي يعاونكم، شكرا عبد المغيث. يلا مرحبا بكم كاملين، ونخليكم دابا نتلاقاو ان شاء الله في حصه اخرى، و اي بون نوي.